نقطة تحول كبرى في التاريخ الحديث عندما حققت القوات المسلحة المصرية انتصارا عظيما على إسرائيل، ليرى العالم أجمع عزيمة وإصرار جنودنا في استعادة سيناء من براثن الاحتلال. البداية كانت عملية إعداد الدولة للحرب بمشاركة أجهزة ومؤسسات عديدة واشتراك القيادات بكل مستوياتها ومشاركة الشعب بمختلف طوائفه وإنفاق المال والجهد واستخدام كل الإمكانات المتاحة والطاقات الممكنة من أجل استرداد سيناء من العدو الإسرائيلي. لا يمكن الحديث عن حرب السادس من أكتوبر عام 1973 إلا بالحديث أولاً عن حرب الاستنزاف، والتي أكدت على معدن الجندي المصري وأثبتت للعالم أجمع رغم قسوة الهزيمة أن الجيش المصري لم يفقد إرادة القتال وأنه قادر على رد اعتباري، هذا إلى جانب أنها كانت بمثابة ميدان للتدريب والذي استعد من خلاله الجيش المصري لحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، هذه الحرب التي مهدت الطريق لملحمة العبور العظيم. ونتيجة للاستعداد القوي والتدريب المستمر، وفي الثانية من ظهر يوم السادس من أكتوبر عام 1973 بدأ أكثر من 2000 مدفع ثقيل قصف مواقع العدو في نفس اللحظة التي عبرت فيها سماء القناة 208 طائرات تشكل القوة الجوية المكلفة بالضربة الجوية الأولى، والتي أصابت مراكز القيادة والسيطرة الإسرائيلية بالشلل التام. في نفس التوقيت كان آلاف المقاتلين البواسل قد بدأوا النزول إلى مياه القناة واعتلاء القوارب المطاطية والتحرك تحت لهيب النيران نحو الشاطئ الشرقي للقناة. وبعد ذلك بدأت عمليات نصب الكباري بواسطة سلاح المهندسين المصريين. على مدار الأيام الأولى للحرب نشبت عدة معارك مع العدو الإسرائيلي، وكان من أهم هذه المعارك معركة بورسعيد ومعركة الفردان، وكانت الفرق العسكرية المصرية تصد الهجوم وتوقع بالعدو خسائر جسيمة، واحتفظت فرق المشاة بمواقعها في المناطق التي استحوذت عليها في شرق قناة السويس. بعد محادثات طويلة ومباحثات مضنية لفض الاشتباك تم توقيع اتفاقية فض الاشتباك الأولى في 18 من يناير من عام 1974، وانسحبت على إثرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من غرب القناة وتمركزت عند خط الممرات، بينما احتفظت مصر بالتقدم الذي أحرزته في الحرب. لقد كانت حرب أكتوبر عام 1973 وبلا شك أحد أهم وأعظم الأحداث التاريخية في العصر الحديث، والتي غيرت العديد من المفاهيم والأفكار السياسية والاستراتيجية بل والعسكرية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل امتدت آثارها إلى العديد من مناطق الصراع حول العالم.